أهلا بكم من جديد. هنأ قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وجاء ذلك قبل بدء عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء. نتابع. أحب أن أنا أهنئكم بهذا اليوم 6 أكتوبر وتذكار انتصارات شهر أكتوبر في عام 1973. بالحقيقة كانت انتصارات أعطت درجة عالية جدا من الفخر والاعتزاز بمصر. انتصارات شهر أكتوبر 73 تمثل صفحة مجيدة في تاريخ مصر وفي تاريخ بلادنا وتاريخ قواتنا المسلحة. بعد انكسارات اللي حصلت في سنة 67 والمتاعب اللي عاشت فيها البلاد بعض السنين، ولكن بعد حوالي 6 سنوات قامت الحرب وبدأت مصر بخطة علمية وعسكرية محكمة، وكانت النتيجة إن مصر حققت البداية في الحصول على الأرض المحتلة رغم كل التحديات. والحقيقة أنا عارف أن كتير من أبنائنا وبناتنا ما عصروش هذه الأيام المجيدة في تاريخها، يعني سنة 73، لأن احنا بنحتفل ب 48 سنة النهاردة، لكن هي كانت أيام فعلا أيام ارتفعت فيها هامة مصر بين كل الأمم. وأنا بدعو كل أبنائنا الشباب والشابات إنهم يدرسوا ويقروا عن هذه الانتصارات المجيدة اللي جعلت مصر تتخلص مما حدث في سنة 67 وتبدأ مشوار جديد في التنمية وفي الانفتاح. أنا بهني كل شعبنا المصري، وبهني قواتنا المسلحة الباسلة، و كما هو معتاد هي دائما ترفع رأس مصر في كل معاركها وفي كل ما تمتد إليها أيديها.